أعزائي المشاهدين، أمسية سعيدة عليكم، وأتمنى بإذن الله تعالى دائما تكونون بموفور صحة وسلامة. أكيد موعدنا من كل أسبوع تعودنا في برنامج أصحاء نتكلم عن موضوع طبي معين. موضوعنا الحلقة هذا اليوم راح يكون عن الأكزيما، وأكيد مثل ما أنتم عارفين ما في بيت للأسف ما يخلو من العرض هذا أو من المرض هذا ألا وهو الأكزيما. خلونا بس بداية مثل ما تعودنا في كل حلقة نشوف تقرير جدا صغير عن موضوع الأكزيما وراجعين لكم بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا التقرير عن مرض الأكزيما في مفهوم جديد يمكن كثير من المشاهدين الأعزاء سمعوه أو لا، ألا وهو فحص الخج. شنو هو فحص الخج؟ كيفية أداء فحص الخج؟ وأكيد العلاج المناعي له أنواع. اليوم راح أعرفكم بإذن الله تعالى على العلاج المناعي وأنواع العلاج المناعي، وأكيد اللي أهم من كل هذا هو فحص الخج. المعلومات هذه كلها راح تعرفون إجاباتها، أو الأسئلة هذه كلها راح تعرفون إجاباتها من الدكتور أحمد الخباز، استشاري الأطفال العام واختصاصي الحساسية للأطفال والكبار. فحص الخج للحساسية يعتبر أهم خلينا نقول فحص أو سلاح يملكه الاستشاري الحساسية للتشخيص وتقييم الحساسيات وكذلك لعلاجها. فحص الخج يعتمد على استخدام مادة الحساسية، سواء كانت مادة جوية مثل عدة الغبار أو الفطريات أو شعر القطوة عفوا، أو أي حيوان أليف أو طير، أو استخدام مواد ثانية غذائية مثل مواد الأكل، البيض أو الحليب أو الفول السوداني أو السمسم أو غيرها من الفواكه، لو قلنا مثلا الكيوي والمانجا والفراولة. فحص الخج دقيق جدا، دقته في نفي وجود الحساسية تعادل أكثر من 95%، وهو أفضل من فحص الدم باعتبار أن فحص الخج سهل جدا. يتم وضع قطرة بسيطة من بروتين مادة اللي تسوي الحساسية على الذراع أو على الظهر في بعض الأحيان بحسب وجود الجلد السليم، وعادة ننصح بعدم استخدام مضاد الهستامين والأدوية قبل الفحص بتقريبا 4 إلى 5 أيام عشان لا يأثر على الفحص في هذه النتيجة. يتم وضع هذه القطرة، وضع علامة عليها على الجلد، ومن ثم خجها ببلاستيكة صغيرة. الهدف منها أن دخول هذه المادة البروتينية إلى داخل الجلد. إذا كان الشخص عنده حساسية من هذه المادة، منطقة الخدشة هذه تتورم بدرجة معينة، قد تكون 3 ملي 4 ملي أو 12 ملي أو أكثر. مقدار التهيج أو مقدار التورم يدل على وجود الحساسية، ويقرأ هذه تقرأ هذه النتيجة بعد تقريبا 20 دقيقة من الخدشة. عند معرفة الأسباب ممكن نتفادى هذه الأسباب، بحيث نتفادى الأكل اللي يسوي الحساسية ومصادر الخفية. على سبيل المثال لو قلنا مثلا أن عندنا حساسية من البيض، البيض حقيقة ليس مجرد مادة واحدة، وإنما هو موجود في مواد كثيرة من ضمنها الكيك المطبوخ، المايونيز، الكرواسون مثلا، والمعجنات كمسحة تعطي لمعة بالأكل، موجود كثير في بعض الأدوية كمواد دوائية كريمات أو غيرها، وكذلك موجود بأسامي مختلفة، قد تكون مو اسم البيض بالتحديد، قد تكون على سبيل المثال ليسيثين. ليسيثين هي مادة بروتينية تؤخذ من البيض، أو البيومين مثلا هي أيضا بروتين يؤخذ من البيض كذلك. فمعرفة هذه المواد يؤدي لتفاديها وتفادي الأثار الجانبية المصاحبة لها، مثل وجود مثلا ضيق النفس المصاحب لهذه الحساسية، سواء كانت بالأكل أو بالاستنشاق أو الإكزيما المصاحبة لها أو الحساسية الأنفية والأعراض الأخرى. لأن الأعراض بالحساسية هنا ممكن تختلف ما بين أنف، عين، صدر، جلد لمجرد التعرض لهذه المادة الغذائية.
كذلك التعرف على الحساسية الأنفية والمواد الأنفية ممكن نتخلص منها. على سبيل المثال لو عرفنا أن عثة الغبار هي السبب، ممكن أن احنا نغطي الفرش والمخدة بغطية خاصة لعثة الغبار ونتخلص من عثة الغبار بالحرارة العالية بالغسيل. كذلك ممكن نتخلص من لو كان مثلا القطوة أو الطير أو النباتات الداخلية تلعب دور مهم في هذا الموضوع، ممكن احنا عن طريق معرفة هذا الشيء نطلعها من البيت، وإذا ما كانت هي السبب ما نحتاج نطلعها من البيت في نفس الوقت. كذلك فحص الخدش يعرض لنا او يطرح لنا مساله الشفاء من الحساسيه الانفيه والصدريه في بعض الاحيان وبعض الحالات. عندما يكون عندنا شخص عنده حساسيه من ماده معينه مثل الثيل او حبوب لقاح معينه، ممكن احنا نعطيه علاج مناعي محدد. العلاج المناعي عباره عن طعم، هذا الطعم يعطى بشكل اسبوعي لمدة 3 شهور، وعندما يستمر بعد ذلك لمدة 2 إلى 3 سنوات يقوم بتغيير حساسية الجسم بشكل كامل، بحيث أن الإنسان ما يستجيب للمواد المحسسة بعد ما تعود جسمه عليها. يعتبر طعم مناعي محدد، وهذا أيضا من الأشياء اللي يقوم طبيب الاستشارة الحساسية بتوفيرها لمرضى لشفائهم من بعض الحالات. تستمر الفائدة بعد توقف العلاج المناعي المحدد اللي ينعطى بشكل إما إبرة تحت الجلد أو ينعطى بشكل بخاخ تحت اللسان لعدة سنوات تعادل 10 سنوات 15 سنة أو أكثر من بعد توقف العلاج المناعي. أعزائي، منظر جدا مؤلم لما تشوف طفل صغير يعاني من الإكزيما ويبدي في مرحلة الحك إلى أن الأب والأم يحتارون شنو علاج الإكزيما. هل الإكزيما تستمر مع الطفل أو الطفلة إلى مقتبل العمر؟ بالإضافة إلى كل هذا، عملية الشفاء من الإكزيما شنو هي أسبابها وطرق علاجها؟ خلونا مع بعض نسمع إجابات للأسئلة هذه كلها من الدكتور أحمد الخباز، استشاري الأطفال العام واختصاصي الحساسية والمناعة للأطفال والكبار. الإكزيما عبارة عن حساسية جلدية مزمنة كذلك، وتكون عادة أول العلامات اللي تبين قبل ما الإنسان يطور عنده حالة الحساسية مثلا الصدرية والغذائية أو الأنفية. الإكزيما عبارة عن جفاف جلد مصاحبة بالتهاب، هذا الجفاف يتنقل في جسم الإنسان بحسب عمره. نلقى الطفل بالبداية أول ما ينولد خلال الأسابيع الأولى والأشهر الأولى يبين عنده جفاف في المنطقة الخارجية للرجل أو اليد أو الوجه، أو يبين عنده قشرة بالرأس بشكل قوي جدا. عقب السنة الأولى يتنقل أو ينتقل مرحلة الجفاف، هاي تنتقل من المناطق هذه إلى مناطق الكسرات، تكون عادة وراء الركبة مثلا أو في الذراع نفسه أو في كسرات الرقبة، ويستمر هذا الوضع تقريبا لغاية 4 إلى 5 سنوات من العمر. وبالتالي فيما بعد ذلك تنتقل حالة الجفاف والإكزيما هذه إلى أماكن خارجية مرة ثانية، إلى الوجه والأماكن الخارجية من الرجل والإيد، بالإضافة إلى وجودها في أماكن الكسرات. طبعا هذا النمط مو شرط يتبع جميع الأطفال وجميع الناس، ولكن هو النمط السائد في حالة الإكزيما. مشكلة الإكزيما الأساسية أنها تصير صعبة معرفة أسبابها في بعض الأحيان، فالأهل أو الكبار يتخبطون ما بين الأسباب، هل هي متعلقة بالأكل الفلاني، هل متعلقة بالجو الفلاني أو غيرها من الأسباب. وهني يدور كذلك استشارة الحساسية في معرفة أسباب الإكزيما عن طريق فحص الخدش أو عن طريق فحص الحساسية الآخر نستخدمه سواء كان دم أو غيره. مهيجات الإكزيما مهم جدا التعرف عليها، لأن التعرف على مهيجات الإكزيما يمنحنا فرصة لإبعادها كذلك، وعلى التنبؤ بطريقة العلاج وحاجة العلاج. على سبيل المثال في عندنا 5 أو 4 مهيجات أساسية. المهيج الأساسي الأول هو الجفاف، والجفاف لأسباب كثيرة منها قلة الترطيب، التعرض للصابون والمواد العطرية سواء كانت بالغسيل أو بالعطر بشكل عام، الحكة الزايدة، كثر الحكة يولد جفاف زايد بالجلد والدائرة سلبية، فبالتالي حكة جفاف جفاف حكة، تستمر الموضوع لفترة طويلة ويؤذي الطفل والشخص الكبير على حد سواء. كذلك ممكن استخدام الملابس الغير قطنية أو اللي فيها مواد حافظة زيادة أو ملونة أحيانا يهيج الإكزيما. فهذا من ناحية الجفاف بشكل أساسي وهو العنصر الأهم. تأتي أسباب أخرى لمهيجات الإكزيما مثل الغذاء، وهذا يلعب دور كبير بالطفل إذا كان صغير بالعمر. كل ما صغر عمر الطفل كل ما كان دور الأكل أو الغذاء أهم في تهيج الإكزيما، من ناحية الحليب أو البيض أو القمح أو الصويا كمهيجات أساسية. كذلك الالتهابات البكتيرية والفيروسية الإضافية والفطرية، فكل ما الجرح انخدش كل ما الجرح يعني تم جرحه عن طريق الأظافر عن طريق الطفل لأنه يحك بدرجة عالية، كل ما دخل فيه بكتيريا وميكروبات إضافية فزاد في تهيج الإكزيما وخلى حالها أسوأ كذلك. الإكزيما في طبيعتها تمر بنوبات تصير أسوأ وتصير أخف وتصير أسوأ وتصير أخف، كأنها حالة موجية نقدر نقول ما بين مد وجزر.
لكن العلاج الأساسي لحالة الإكزيما هو الترطيب بالمرتبة الأولى. الترطيب هنا لابد ننبه بأن الترطيب ليس وضع الفازلين، لأن الفازلين لا يعتبر مرطب. الفازلين بالحقيقة هو مادة عازلة بحيث أنه يعزل الرطوبة داخل الجلد إذا كان الجلد رطب، ولكن بحضر ضمان الجلد ناشف الفائدة قليلة. فعندنا اختيار ما بين استخدام اللوشن أو استخدام الكريم. اللوشن طبعا اخف وبسرعه يتبخر، فيحتاج اضافه وضعه بشكل متكرر اكثر بكثير، بينما الكريم شويه اثقل فائدته تكون اكثر، فوضعه مثلا 3 إلى 4 مرات قد يكون كافي في معظم الحالات. العلاج الثاني للاكزيما ما عدا الابتعاد عن هذه الامور هو التخلص من بقايا الصابون والعطريات اثناء الغسيل، كذلك لتقليل التهيج والابتعاد عن مثلا الاشياء المحسسه الاخرى سواء كانت الغبار او الطيور اذا كانت تلعب دور في حاله الطفل او الشخص الكبير او الاصباغ على سبيل المثال. وكذلك يرجع دور مهم هو دور الكورتيزون الموضعي، وله درجات مختلفة جدا تعتمد استخدامها على حاجة الطبيب وعلى تقديمه لوضع الجلد سواء كان بالوجه للجلد الناعم أو في أماكن أخرى. هذا بما يخص الإكزيما وفحص الخدش والعلاج المناعي المحدد، وأتمنى لكم دوام الصحة إن شاء الله والعافية.